اجري وجري 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 والمشاهدين الاعزاء اجري وتسمعوا اخر الاخبار وجري وضحكوا الضحك اللي عمركم ما ضحكتوه وجري وتسمعوا اخر الاخبار اخوتي قال لك اللي فكر وليا بغى يدوزيه ليا اجي وتسمعوا اخوتي شنو واقع اجي وتسمعوا باش تهمو سعاد اجي وتسمعوا داك الشيء اخوتي الاوديوات غنسمعكم اليوم غتسمعوا اشنو كيقولوا على سعاد هاد الناس هادو اللي قال لك اخوتي كيخافوا الله اش داروا سعاد مسكينه اليوم اتهامات اللي اتهموها ولكن الحمد لله ملي يكون عندك الدليل صافي غنحط لكم الدليل ديال لبنى كتقول انا اللي مشيت ولقيت سعاد جالسه فواحد البلاصه وتبعتها وتسمعوا اش كيقولوا القنوات اللي معاها. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لا نتوما لا الناس الاعزاء عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج. ها سمعوا خوتي سمعوا ضحكوا واحد شويه وسمعوا الاتهامات اللي تهموا بهم سعاد. هاي 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 على اللفعه كانت هي اللي كانت تابعه لبنى هي اللي كانت تابعها بالدليل والبرهان يا ولاد شحيبه حنا عندنا الدليل ها واش دابا غنتيقوا لبنى اللي قالت لك انا اللي كنت غاده في الطريق وبانت لي سعاد جالسه بعيده ومشيت جلست حداها تحت الشجره سعاد كتاكل في الليمون ومشيت جلست حداها ولا غنتيقوك انتي اللي كتقولي حقا سعاد كانت تابعه لبنى وعاد غنسمعكم مازال غتسمعوا عقلتوا اخوتي تصنتوا وقيلة البهلة والبهلة ديال لبنى راه رشات طريقها بشي حاجة ها وهي ما عاقتش الحباب ديالي وغادية في طريقها كتسجل قال لك قال لك سعاد رشت ليها السحور في الطريق ديال لبنى باش لبنى تبعتها الله اكبر من سعاد كتعرف وكل كان خوخي داوي يكون داوى راسو كون كانت سعاد تعرف تسحر وكدير لبنادم السحور يتبعها وكون دار السحور لبناتها يتبعوها بعدا ومن الاول سحر لي من باغاهم مابقاش طلع مجاجره معاهم في المحاكم سحر البوكريشه يبقى تابعها سحر شنيتيكا اللي نهار ما طالو يتشلط فيها سحر لك انت الروباله بدات تبعيها بلاتي بلاتي نسمعكم مازال غتموتوا بالضحك تسمعوا خوتي هاد الناس كيقولوا على سعاد ديك الفيديو لقيت اللي اتصلت بها ابتسام نوفا وشحال وهي كتهضر معاها وتعاود ليها شنو وقع اه والسحارة قطعات الشارية اللي من الجهة الاخرى ديال لبنى وسبقاتها خطوات وجلست يا الحباب ديالي تحت الشجرة ابي وفوقاش ومن اللي كيبغيو يديروا شي حاجة طريق من اللي كيبغيو يغطيو الاخطاء ديال لبنى كيدو يجبدو عم جنابهم ويحطو عاي يجبدو من جنابهم ويحطو سمعوا سمعوا الشجرة اه اللي على الطريق ديال لبنى أيه؟ ومع لبنى راكم عارفين كل شي حافظها هي كتواجه اللي قدامها أيه؟ منين شافت لك الناموسه جالسه قالت الابتسام قطعي أيه؟ المراه ما حستش حبابي المراه ما حستش براسها حتى مشات لعندها وجلست معاها غادي يكون باش حمولي في سعاد خرج وشنق على لبنى ولا زيدي جلسي حدا سعاد باز الله يعطينا وجهكم اما النويميسا النويميسا ويلي ما غوتات ما حيحات ما والو ام تبته ومحصنه وبارده وشي ضرافات يا الحباب ديالي نزلت عليها السيده باغيه توصل للهدف ديالها أيه؟ ولكن لبنى مشات مع ديك الفلسفه ديالها أيه؟ وقالت نجر ليها لسانها فهمتوا الرجل اللي هسه بقات كطرح عليها ديك الاسئله ديالها باش تلقى ديك الاجوبه اللي بغات ديال زين المحارم الحباب ديالي اللي عارفه بان كاينه بلاتي 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 سمعوا براءه غير بغات ان تب قالت لك لبنى عارفه ان كاينه البراءه وعارفه ان بوكريشة باري ومشات كتسول سعاد واش كاينه زين المحارم ولا ما كايناش يلا هي عارفه باري ومتاكده من البراءه ديالو وغاعرفش كتسولو باش تاكد يلا سمعوا قلت عليها شي حوايج اه المهم الحباب ديالي انها قالت لبنى انها وصلت لشي حوايج هذيك مشكلتها ولكن هاد المغامره اللي دارت لبنى ما حسباتهاش مزيان ما حسباتهاش مزيان الحباب ديالي الزغبيه شنو كلات الغوته ديال البنت منين قربت ليها الناموسه اه منين قربت ليها الناموسه ديال انها هزه سحور الشياطين هزه سحور الشياطين الحباب ديالي زنوبه الملاك حست بشي حاجه وحنا عارفين ان الاطفال طاقتهم الروحيه نقيه سكتي 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 الناس كيضحكوا عليك قالت لك سعاد هزه معها السحور ديال الشياطين
والله الروب انا اللي خاصك شوفي، خاصك 100 جلده وخاصك ديريها لطوك شي سيد بنتي صعرتي هاد الليالي. صافية ما تيبغيوش النجاسة ومرضى القلوب سبحان الله. نعم سبحان الله. البنت غير قربات ليها كيف ما قالت لبنى بحال اللي ضربت ليها الشوكة والعياذ بالله. الله أكبر. وخلينا من التمائم يا لبنى، هاد الشيء ماشي ضد التمائم، هذاك الشيء اللي كدير ناموسة أخطر مما كتخيلي، هذيك راها كتخدم بالنجاسة والدم ديال الذبايح أحبابي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أشهد الباطل. تخنع لك بالله دابا انت اللي كتهمي السعاد وكتقولي كتخدم بالدم ديال الذبايح وداك الشيء، واش كنتي معاها؟ واش عندك شي دليل؟ كتقول تهمي سعاد اتهامات وبالسحر، وراه ما كاين السحاره قد لبنى ديالكم هي اكبر مشعويده اللي دات الولاد ودات الراجل. الذبايح هذوك الذبايح اللي ما كيتسماوش عليهم اسم الله، كيتعطاو قرابين للجنون، كيتعطاو قرابين للحمو باش يرضاو عليهم ويخدموهم والعياذ بالله. اييه وكملتيها يا لبنى وحماقيتي يا لبنى، منين واخده منها الليمونه او عطيتي حتى لبنتك وكليتوها؟ ما فكرتيش حتى شويه يا لبنى؟ والو والو وانت عارفه عارفه اكثر من احنا. عباد الله انا هاد السيده هادي انا ما فهمتهاش، يا كي بوكريشة معاود لك عليها، تي بوكريشة انه معاود لك عليها انها شكد ملي بوكريشة ودابا بالله عليكم سعاد كانت مطفره مع بوكريشة اللي غتسحر ليه، الا كانت تسحر لبوكريشة وكانت مبهدلاه واش كانت مطفره معاه؟ كان كيصرف عليها غتسحر ليه على زينو على فلوسو على على تامر اللي كان معيشه فيها غير بالسحور، وعاودت عليك عاودت عليها يسرى. ولميمة ما تقربيش ليها ولا تجاوبي حتى في التليفون. واللي كتقول يا المهم راه قدك قدا كتقول شنيتي كالمهم والروبالي راه قدك قد شنيتي اللي كتقول يا المهم. ما سولتيش راسك علاش غير ليمونه وحده اللي عندها؟ واش الهبيله ما فكرتيش بنتك يقتلوها ليك؟ الله يحفظ يا ربي الله يحفظها ويجزيها. الروبالي شحال ذكيه ما كانش حساب ليا ذكيه. سعاد كانت هزه معها السحور ودارت السريعة من باب محكمة، والسريعة تابعها تابعها تابعها، وسعاد شرات ليمونة وحدة وديك الليمونة دارت فيها السحور وكلاتو لبنى وبنتها. سعاد خطيرة. سعاد ما قدرش تسحر راجلها ولا تسحر البناتها يرجعوا ليها اللي عندها فيهم الفائدة، سحرات السريعة باش تقد تبعها. شوف هاد الجاش أدحمو اللي مع سعاد، أدحمو كيدير الفرزيات. لا حمو ما خاصكش دير هكا، سعاد كدبح لك وسعاد ماليفك تيجي بلا بنات اش بغات هي السريعه اش عندها ما دير بها؟ وسير للروباله قش جهه اليوم حمو. شوف قش الروباله تيخرجوا عينيها، لا هي ديك صحابات المنصه وريها هاد حمو قالك اللي في سعاد. المهم اخوتي ضحكتوا واحد شويه، خبطوا لايك الله يرحم لكم الوالدين، الى فيديو قادم ان شاء الله.